هاي عسي، كيفك؟ هاي شيري. حاب اليوم تورجيني كيف نعمل البوني تيل لوك. اوكي، رح فرجيك كيف بنعمل بوني تيل لوك. نبلش هلا؟ هلا حطينا السيروم، وزعناه من فوق لتحت عشان يحافظ على الشعرة ويعطيها لمعة وما تنفش. هاد بنحط قبل التنشيف بعد التمشيط. لنشفنا الشعر من فوق لتحت عشان يضلوا فيه لمعة وما ينفش من تحت. اوكي. عشان يسهل علينا عملية الاستشوار. هلا خلصنا تنشيف وضرب الاستشوار. وهلا بدنا نحط سي شاين عشان نعمل بوني تيل عشان يغطي الشعر من فوق لتحت يعطيها لمعة ويشيل الفريزي هيك. هلا راح ناخذ خصل خميل شوي ونلفها حوالين البونيتيل عشان تضلها واقفة. هلا بدنا ننفش البونيتيل شوي. نقسم البونيتيل قسمين عشان ناخذها نفس الاتجاه. لفة الفين. بس بنلف طرفها. أعطتنا هذا الشكل، بنرش المسبب سبراي. سوفت سبراي.